السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بداية الفيديو أتمنى منكم اللايك والإشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات لتصلك الأخبار العاجلة من وزارة التربية أول بأول. عاجل: النائب بدر الزيادي طالب وزارة التربية بتأجيل الامتحانات الوزارية التمهيدية لطلبة المراحل الإعدادية وذلك مع انتشار فيروس كورونا. وصلتنا هواي أخبار بأنه راح تتأجل الامتحانات الوزارية للشهر العاشر، يعني الشهر الجاي. بعد هاي بقت يم التربية يأجلوها أو لا. أتمنى من الطلاب يقرون وما يطيروا هسهم، يعني أقدوا على المادة، أقدوا عودوا على بالامتحانات طلعون درجة عالية ومعدل عالي. أتمنى لكم التوفيق. بنهاية الفيديو لا تنسوا اللايك والإشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات لتصلك كل الأخبار العاجلة من وزارة التربية أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.